وما تتحذر شويه وانت تحكي على رجالات مهمه في زمن النظام السابق، خلدون خطاب، صباح مرزة، هذه اسماء قائد القوه الجويه في زمن صدام حسين. صباح مرزة واحد من اهم الشخصيات في زمن صدام حسين ومرافق في فتره من الفترات. زين، ما تخوف؟ على شنو؟ سبب لك مشاكل. على شنو؟ على شنو؟ بعدين هم يقولوا لك انت من ازلام النظام السابق. اي والله، واللي سووا بيض، واللي الشقه راحت والسياره والبيض والدنيا والنقل العسكري، هذا يعني ما يحجوها مثل عدنان ومثل احمد رياض، ما يتكلموا بس اللي هنا. بعدين اكو نقطه مهمه خليني اقول لك اياها حيدا. طيب هسه انت ماكو ناس قاده، ماكو ناس مسؤولين يفيدون البلد، هسه اخذوا وتبوأوا مناصب بالدوله من زمن النظام السابق؟ موجودين. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ يخدم؟ أنا مو وجهة نظر، أقول لك يجوز. على شنو؟ أنت مو قلت عدنان درجال ما مسوي فاتحة وقالوا سووا فاتحة؟ إي هذا أنا اللي أعرفه سويته أحكيه. إيه؟ أحكيه. هذول ناس بصراحة أحكي هم ولا غيرهم؟ زين. هذا شوف كل دولة لها رجال، شو هم؟ لكل زمان رجال. رجال دولة ورجال. زين. هذول اليوم هنا راحوا هذول اشتغلوا من ضمن مهنيتنا وعملنا، يعني الناس احنا كنا الوعي بطوبة كان صباح مسؤول على الفريق. زين. انا بالقوة الجوية كان قائد القوة الجوية مسؤول على الفريق. صار قائد قوة الجوية فريق خلدون، اشتغلوا على بالفريق وانا شفت. لا يعني ما الناس ما تقدر تقول انه هذول ما تقدر ما تقيمهم. رائد حماد الشام ما تقدر ما تقيمه على عمل هذا. زين. اما الامور الاخرى السياسية احنا تعرف احنا لا رجال سياسة ولا نحب السياسة، لا احنا ولا كل الرياضيين، واتمنى ان شاء الله كل الرياضيين اللي يقعدون يمك ما يتكلموا بالسياسة ان شاء الله. طبعا الاخ سامي البياتي، تحياتي الى اخ سامي بالدنمارك، يقول صديقة او اللي تقيم ويا اخ قحطان عطار اسمها لطيفة. لا فاطمة. فاطمة؟ فطيمة يسأل. فطيمة هو يقول لطيفة. لا فاطمة من كان بالدنمارك هي باسبانيا. زين. اي وهسه بالمناسبة ترى العام يمكن تزوجوا. العام الزوج. لو عام لو اول عام الزوجة. يعني الفنان قحطان العطار تزوجها. اي هسه تزوجوا بعد 35